وقعت قبل مغرب اليوم السبت 23 أبريل الجاري حادثة سير خطيرة قرب محطة إفريقيا بالطريق الوطني الرابطة بين العروي وسلوان، تسببت في مقتل الشخص على الفور. وحسب مصدر محلي فالضحية كان يسير على قارعة الطريق الوطنية قبل أن تصدمه سيارة أجرة تاكسي من نوع الكبير، واستنفرت الحادثة باشا المدينة وعناصر الشرطة التابعة لمفوضية العروي من أجل معاينة الحادث وتحديد هوية الضحية وإنجاز المحضر. وقد تم نقل جثمان الراحل إلى مستودع الأموات بالعروي، كما تم فتح بحث من أجل التعرف على الضحية. مدينة العروي عرفت أزيد من 4 حوادث سير في غضون 15 يوما، آخرها يوم أمس الجمعة بين مدينتي تيستوتين وفي الطريق الرابطة بين تيستوتين ودريوش، حيث لقي سائق سيارة مسرعه عند اصطدامه بشاحنة خاصة بنقل قنينات الغاز. وتم تسجيل تأخير سيارة الإسعاف بالنسبة لحادثة أمس، أما حادثة اليوم فقد تم الاتصال بسيارة الإسعاف التي باشرت في نقل الضحية صوب مستودع الأموات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وخاصة التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.